طبعا الصلح ده يعني شيء مهم جدا، يعني حتى الصلح بين الناس هي عبادة عظيمة بيحبها الله عز وجل. تمام كده، فما بالك بقى بالصلح بين الزوجين. يعني فكان من بيت كاد اللي هو يتهدم وكاد الطلاق يقع، ولكن طبعا الصلح يعني هو اللي جه الايه المنقذ. تمام. طيب بالنسبة للطريقة، احنا طبعا بنحب دايما يكون الصلح اللي هو الصلح الودي، فاهمة؟ نعم يعني الطريقة تكون ودية، مش عايزين محاكم، مش عايزين مشاكل، مش عايزين الأمر يتضخم والحاجات دي كلها. فلو كان القدر المتطلع طبعا هو على حسب المشكلة، يعني لو كانت مشكلة بسيطة نقول والله ممكن ما فيش حد يتدخل أصلا. تمام. ويبقى فيه أصلا الأسرة من البداية، احنا عايزين نبدأ بقى من البداية وعايزين نحل بقى من الجذور. فالأسرة من البداية والزوج جاي بس يعني مقدم على الزواج، الشاب مقدم على الزواج والفتاة مقدمة على الزواج، نعرفهم أصول الزواج وأصول هذه الحياة الزوجية لأنها هي رباط يعني إيه عظيم. تمام كده. ففي البداية نعرفهم الأصول أصلا الحياة دي تكون إزاي. طيب لو في خلافات بسيطة تبقى ما يتدخلش حد من الأهل أصلا، وإن الحياة الزوجية دي طبيعة اللي هيكون فيها خلافات لأن الشخصيات أصلا مختلفة، ودي حتة جدا مهمة اللي هم يفهموا طبيعة شخصية الزوج، زي شخصية الرجل تختلف عن شخصية المرأة، دي كبداية. تمام كده. فبعض طبيعي هيكون في خلافات، وطبيعي هيكون في مشاكل، وطبيعي هيكون في اختلاف في الشخصيه، فممكن الحكايه تبقى يعني يقعدوا قاعده وديه مع بعضهم. طب الامر ممكن الخلافات تكون اكبر من كده، الشخصيه مختلفه فيها صراعات بينهم، في مشاكل، انت واخده بالك؟ بالطريقه لو وصلت بقى اللي هو الحد الاكبر اللي هم ممكن يحلوا خلافاتهم بين بعضهم، فممكن احنا ايه نقول في جلسه صلح. تمام كده.